يعني استاذ احمد احنا محتاجين تقول الو. انا كنت عايز ايه بس يكمل النقطه دي طبعا. الو يا حبيبي ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ التوأم الروح. الفنان الكبير علي الحجار منورنا على التليفون. اهلا بيك يا جماعه. ايه الحلقه الحلوه دي؟ ربنا يخليك. طبعا عشان احمد معانا استاذ احمد طبعا. انا اتفاجئت شبه مش عارف ان احمد ميعادها. لا هو عمال يقول لو لو احمد علي مش ممكن يتصل لانه اكيد نايم. وانا قلت له لا هو بيتفرج علينا. بتفرج من اول ابو يا الحبيب. يعني حلو ده من الاول الحلقه يعني. من الاول خالص. عقيل الحجار واحمد الحجار والاخ رأفت علاقه مميزه جدا. سر العلاقه هو بيقول ان هو دايما بيحس ان هو بيتعامل معاك على ان هو الكبير وانت الصغير مع ان انت الكبير. العلاقه دي التوليفه دي تفسرها بايه؟ ايه؟ انا دايما احس ان هو الكبير. ليه؟ ليه؟ بيعمل فيك ايه؟ هو راجل حكيم وعاقل وشاعر يعني. ابويا الحبيب دي هو اللي كاتبها كمان مش ملحنها بس. طبعا كلام جميل. واغاني كتير بيبقى هو اللي كاتبها. لسه عامل لي دويتو انا ومحمد حلو مغنينه بنرد على يعني على التحيه بتاعت الجيش بتاعت قالوا ايه هو اللي كاتبها وهو اللي ملحنها. الله دي هنسمعها منه. كويس ما نسمعها منكم انتوا الاثنين. بس انا ممكن ينفع على التليفون. مش هبقى فاكرها والله. مش فاكرها مش فاكرها يعني مش هو عشان كده انا بحس ان هو عنده حكمه وعنده عقل كده وقاري كتير جدا. طب علي في العلاقه اللي بينك وبينه الحكمه يعني تسمع كلامه لما هو ما بيبقاش موافق على موقف ما في حياتك الشخصيه في حياتك يعني عموما بتاخد وتدي معاه في الحوار؟ احنا دايما اللي هو الحوار بيننا مفتوحه لاي حاجه بنقول اسرار بعض يعني وكده. بس انا فيها طبع مش حلو شويه. انا اول ما حد يقول لي نصيحه اقاوم الاول واقول لا. لحد دلوقتي اعملها بعد كده. لحد دلوقتي يعني يمكن وانتوا صغيرين اقول لك لحد بتلائم عليه كتير. بتلائم عليه ازاي؟ بتلائم عليه. لما بفكر فيها والاقيها كان عنده حق فيها بعمل اللي هو يعني انت في الاول للتمرد لا للا وبعدين كده تفكر تلاقيه صح فتعملها. بس خلي بالك او من غير سبب كده. لا علي ما ينفعش تقولي له النصيحه مباشره كده. فانت عشان كده بتتلائم عليه. لازم بتلائم عليه. ازاي بقى بتديها له خطوات؟ لا يعني اما مثلا ساعات ادي له لحن اغنيه مثلا فيقول لي لا يا احمد يعني كان نفسي اللحن يبقى احسن من كده. فاسكت شويه وبعدين اقول له علي يعني انا ببقى متصورها شويه اما تطلع يعني اما بعد التوزيع وكده تبقى شكلها فانما هو حاجات ثانيه يعني في حاجات في الحياه يعني عموما اصل دي طبيعه يعني طبيعه بشريه شايفها من بدري. طب وبتعمل ايه بتتكلم عليه ازاي؟ مع علي الحجار يعني ساعات كده مثلا اغيب فتره واروح مسمعها مثلا مره كان واخد كلام مجموعه كلمات من شاعر ما كانش يعني كلام حلو مش متحمس لكن مش عالي يعني انا مش عالي رؤيتي لاخويا مش عالي يعني دي وجهه نظري يعني. فغبت اسبوع خدت كلام كتير يعني خدت مجموعه اغاني كتير لدرجه هم بقوا يبصوا لبعض. انا عمري ما فرضتش نفسي على حد يعني ناخد اغاني وخدتهم وركنتهم واسبوع عدى ورحت مديله اغنيه لما الشتاء يدق البان اغنيه الله طبعا جبت له شريط وغبت اسبوع وقلت له رحت له بعدها قلت له علي اسمع كده الاغنيه دي بقول له ايه رايك؟ قال لي اقعد تغيرت وجهه نظري خالص في الشريط اللي هعمله. وكانت لما الشيء يعني. اول مره يسمع القصه طب دي بقى انتوا حافظينها مع بعض ممكن فعلا نسمعها صح استاذ علي؟ اقول لحضرتك احنا مره غنينا مع الاستاذ وائل الابراشي اغنيه مع بعض بحبك وانت طلع عصفور في عشان ديلي في الصوت صح ده الحقيقي ده مظبوط بين الهوا وبين فعمل حاجه يعني طيب هو معاه في حاجه تقنيه بتبوظ حكايه ان هو يبقى بيغني في الاستوديو وانا بغني في التليفون او اي حد تاني. استاذ علي اكتر اغنيه بتحب تسمعها بصوت ممكن اجي لكم يعني لو عايزين يا ريت تعالى لسه بنقول ان اللقاء القديم ده قدم قوي بقى خلاص يلا حاجه ان شاء الله يلا طب في عمل فني بيجمعك مع استاذ احمد بعد لما الشتاء يدوق البيبان وحاجه جديده في البوم جديد ولا لا او سنجل حتى؟ هو عامل لي في الالبوم الجديد اغنيتين واحده اسمها ماليش في العند وواحده اسمها لسه الشتاء بترد على لما الشتاء لسه الشتاء خلاص احنا هنحاول مش بترد عليها بالسلب يعني بتكمل انه لسه بتكمل كل ما الحب اللي جوايا
بيظهر تاني. طب والله دي فكره حلوه جدا، لان في مشاعر ما بتخلص وبتبقى عايز هو لها. هو ممكن يغني لكم جزء من اغنيه فيهم، وانا لما اجي لكم ان شاء الله اكمل لكم. خلاص على وعد منك. واحنا بنشكر طبعا زوجتك هدى، لان اكيد صحتك كنت انت نايم وقالت لك قوم الحق. الستات بنشكرك جدا، الفنان الكبير علي الحجاره على التليفون، وحقيقه حياتنا لهدى. شكرا يا علي، سلم لي على هدى، وان شاء الله نشوفك دايما متالق وجميل، وتنورنا قريب جدا.